بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ صالح، هذا أحد الأخوة يقول: بالنسبة لمن يتوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم فقط، هل هذا جائز؟ وما حكم التوسل بالآخرين؟ لا يجوز التوسل بالأشخاص، لا بالأنبياء ولا بالصالحين ولا بغيرهم، إنما يتوسل بدعاء الصالحين، يطلب منهم إذا كانوا أحياء وحاضرين، يطلب من الرجل الصالح أو المرأة الصالحة أن يدعو الله للإنسان المحتاج، هذا هو التوسل المشروع، بطلب الدعاء من الصالحين الحاضرين أن يدعو لغيرهم بحاجته، وهذا أمر جائز وسائغ. وقد طلب عمر بن الخطاب رضي الله عنه من العباس بن عبد المطلب أن يدعو الله للمسلمين بالسقيا في صلاة الاستغاثة، وقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، يعني يوم كان الرسول حيا توسلون بدعائه عليه الصلاة والسلام، ولما مات الرسول صلى الله عليه وسلم والميت لا يطلب منه شيء، عدلوا إلى العباس بن عبد المطلب عم الرسول صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذا أنه يجوز التوسل بدعاء الصالحين، لا بذوات الصالحين ولا بجاههم ولا بحقهم، لأن هذا أمور لم ترد وهي بدعة. نعم.